شخصي لبعض اللجوء ذيين وكل جلها دلكي الله أقولنا حريستي شيخ محمد حسن أي بوليس كشاعين إن لاتشر وارنتي حريتانا يدو بوليس كواي هستان قوان كي كسو حري لها يعني سلمر كان يوجيهين هل كو كسوجي هاي شخصي كانوا أهل بي لبعتن شن مدو أهل قلنا مجا عبو إسايا براون ميلر وحا وكو ذي سين هاي دلكي شيخ محمد حسن آذن يدو أشر شخصي كله أولي بوليس كباريتان كوضان سلمر كان هاي كدور سوجيان عديمو كوفيلان شغر سيد نوحو كميدا قدiga عرنتان وحل سارن إسلا مركان سيد جوكتدا أولا حرير بوليسكا أيا كوار بحين أيا كولان كيو قدن بيو إلي يشين بوليسكا يانين كالوسو إيدي إنو يهي شخصيقي لبعد إيدل كان كلو قتلها بسم الله وحي بليسكا مغالة كولومبوس قبل كأوهايو يلا مها أمنiga يدن بيبارياشو إسودا كاشانيا ان اي كوغوليستين ان اي ما عرقتي ورقد وارن دعوة كسو اوغيد اوچارين نين ليراهدو إسايا براون ميلر او داتكن مدوغا دا ادي سونا دور يلاباتن اي تهي نين كاس ايا وحي كسو ايديين كسو اوغين انو يحي دنبيلة كلوغله دلكي شيخ محمد حسن الله ونحريستو وهبينكي سندكي هوريتكي كريسماس كوماركو سوو غاليي ميد كيسا اي چاريه دا سوماريه دا كولومبوس اوهايو كهلين ودادا 17 كاية چويس ميل ودحاي سو مركا ميد كيسا لا سوو ديگي وحا حسيد مدن ان او هوري او حدنا نين اسنام مدو او جون وودن جونيور لا اورانچري او رونتي ان امن سنهي إن او إساغو أها ماركتي دادكا غعانتا إسكالي غعانتي شيخة دي شي وحانا ساولا يهيرونتي سوقة بشيدي ساوحا كهد لي ميركا مغالدة كولومبسي قبلكو أوهايو ماركتي مير جينثر وحاكالو ورسا حافظيتكا وميركو كهد لي يتشوغي مسولين تي أسر ريسي لامها بليسكا إيهاي أذها أمنيغا إيه خبرة دي دن ببارياش أسر ريي وحاكلو تشوغي حي أذها أدوضة حقوق ذا مسلمين تمسولين تو ذا أسرية كير وحاكلو تشوغي إهلكي إيو أصحاب ذي إيو ديهور تشوغي ياشي مغالي ذا كولومبس أوهايو إن تاس أو قفرونتي سماني يمادين حدي ماير كي لامها أمنيقو آني حين حق عدينيسا ننكاسو إنو غعانكو ديقليهي حي ننكا جون وودن إحرنا finger print yadi laga qaaday isaga ee loo diray sheybaadhada waaweyn iyo raadkii faraha sheekha laga helay way isqaateen way ismaaj gareeyeen sidoo kale waxaan ognahay qoloftii ka daadatay xabada goobta sheekha lagu dilay meedkiisa laga helay iyo ninka madawga xiran hubkii gurigiisa laga helay labada qolfoodna laba qolfood oo isku sumaday ahaayeen marka inta saaruntii nagaga filnayd cadeyn inuu isaga ahaa ninkii gacanta lahaa waxa ay raadinayeen marka waxay ahayd cidii la dishay waayo waxaanu ognahay runtii in ma aragtay kolkii la eega xabadii sheekha ku dhacay intee la ekaayeen iyo macnii xabadaha tira ahaan iyo meelaha kaga dhaceen dhamaan ay ahaayeen ma aragtay kuwo dhinacyo kala duwan kaga yimid taasoo muujinaysa inay qof wax ka badan u sheekhu dilay gunaanad ninkaas yaa loo jaray dacwadaas mar haddii dacwad loo jaro oo saxaafaduhu ay soo qaataan waxaanu filaynaa ama inuu hadda xiran yahay ama bariba in xabsiga keenaya nin baxsan kara ma aha arintaas ku soo kordhay dilkii sheekh maxamed xasan allahu naxariiste waana runtii guul u soo hoyatay guud ahaan mujtamaca soomaalida gaar ahaana qoyskii uu sheekhu ka dhintay iyo bulshadii jecleyd ee uu la noolaa Columbus Ohio Sheikh Maxamed Xasan waxa uu ahaa hoggaamiye ku weyn bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus Ohio waxa uu ahaa ganacsade imaam dirtoor abe iyo waliba ganacsade aad looga tixgeliyo gudaha magaaladan isla markaana soo dhaweeya caruurta liidata ee markaas la soo diristo daroogada iyo waliba dhibaatooyinka kale ee ka dhanka ah bulshada dhexdeeda